شلون الأمور؟ تمام سيدي، هربوا، خلينا نلحقه. خليكم بمكانكم، ما حدا يتحرك. شو وضعه؟ وضعه خطير ولازم ناخده على المشفى بسرعة. حطوه بسيارة الإسعاف بسرعة. هو انصاب برصاصة، استقر جوا. نبضه ضعيف، لازم ناخده بسرعة. ماشي، مسيك من هون، خلينا نرفعه أخي. يلا ارفعوا، يلا مع بعضنا على مهلكم. يا بطل، انت رح تعيش وترجع لنا، تحمل. ماشي، طمني. لساته بالعمليات سيدي. شلون وضعه؟ والله حالته خطيرة، الدكاترة عم يحاولوا. يا الله. هدول كانوا معه؟ ايه، هو كان يبيعهم ليأمن مصاري ويساعد أمه المريضة. أصدقائه كانوا يشتروا منه. يا الله، ليش شبه أمه؟ خسرت نظرها قبل 6 سنين، ويمكن تخسر ابنها. الله لا يقدر. صراحة فينا نقول إنه العملية ناجحة، بس لسه في خطر على حياته. ما فينا نساوي شيء غير ندهيله. دكتور، رح يعيش؟ لا تقطعوا الأمل. لحظة، هو في عنده أم مريضة؟ شو رح يصير بحالتها إذا مات؟ إن شاء الله ما بيموت. ألو، نعم. طمني، كيف صار العسكري؟ وضعه خطير سيدي، وكتير. عن جد؟ الله يعافيه ويكون معه، لا تضايق حالك. بيتعافى. على كل، انت عارف في عنا مهمة الصبح. ماشي سيدي. الدكاترة قالوا ان الوضع ما بيطمن، ما بيقدروا ينقلوه على أنقرة، ممكن يموت على الطريق. لا تقولها. هون واقفين رفقاته. يا أولادي، انتو رفقات ابني صالح، مو هيك؟ ايه يا خالتي. بالحقيقة صار لي زمان ما شفت وشه لابني. احكولي عنه. خالتي، ما شاء الله ابنك بياخد العقل، وما في بنت بتمر من قدامه بالطريق إلا بتطلع فيه، ما؟ إيه والله. يا ريت لو يرجع لي نظري وأرجع أشوفه لو مرة واحدة. بجوز تشوفيه يا خالتي، ها؟ ما حدا بيعرف شو بيصير. آخ، من وين يا ابني؟ ما عم بتشوف حالتي. طولي بالك، رح تتعافي يا خالتي، ورح يرجع لك نظري، ورح تشوفي ابني. أنا بتمنى، يا ريت. تعالي خالتي، تعالي، لا تضلي واقفة، عادي هون. على مهلك خالتي، عادي هون، يلا.
الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يحميكم ويوفقكم. تسلموا لي. يلا امشي يا غر. لوين؟ هلا تعال معي. تفضل، هي الملف تبعك، كل شيء تمام. تفضلوا. بدنا نسحب قرض من عندكم. قديش؟ العملية بتكلف 50 ما؟ وفوقن 10 مصاريف، 60,000 بيكفوا. طيب شو بتشتغلوا؟ عساكر. من امتى؟ يعني من شي يومين ثلاثة. بالحقيقة يا أنسة نحن صار لنا زمان، بس تقلعنا ورجعنا. الموضوع معقد، بس لازمنا كشف عن رواتبكم، وفي شوية إجراءات رسمية لازم تساوى. فينا نعطيكم قرض شخصي بالكتير 10,000. عن جد؟ شو بدنا نساوي هلأ؟ يعني رح تضل أم صالح عمياء؟ مين هي أم صالح؟ ولا حدا. أنت موظفة بهالبنك، ساعدينا لناخد القرض. طيب ماشي أختي، ما في طريقة تانية لنقدر نحل فيها هالقصة؟ ما عندكم شي ترهنو؟ والله ما بعرف. معك شي؟ راح دور. سلاح! معك سلاح! شو فيه؟ تعال بسرعة أخو الأمن! خبروا الشرطة! شو صار جاهد؟ بهدلتنا يا زلمة! كل قصدنا نساعد المرأة المسكينة. طيب صحيح شكله مجنون ومثل القتلة المجرمين، بس صدقوني ما في أطيب من قلبه. خلص روحوا من هون بسرعة ولا تعطلونا أكتر من هيك. تشتروا مسابح؟ عمل خير كلياتهم بمية. خلص روحوا من هون، الله يعطيكم ويرزقكم. يلا وانتو كمان كل واحد على شغله. امشي. أنا مجنون وقاتل؟ لا تزعل مني، اضطريت قول هيك من شان يتركونا. سيدي ساعدنا لنقدر نحل هالقصة. أنا حك قال منساوي للعملية، لأنه لا سمح الله إذا استشهد ابنها ممكن تموت، لأنه ما رح تقدر تشوفه لآخر مرة. مزبوط؟ إيه والله يا سيدي. على فرض دبرنا المصاري وساوت العملية، رح تصير تشوف فورا؟ شو هي لمبة سيارة أول ما تركبها بتضوي وبتشوف؟ هي ممكن تضل أسبوع لتشوف تماما، رح تشوف شوي شوي، يعني مثل يلي بالأفلام. قديش المبلغ؟ 50,000. نحن جمعنا شوي. قديش؟ شي 1,500. مجاهد خلينا نكون منطقيين، الألف وخمسمية ولا شي قدام كل المبلغ. انت مستوعب هذا الشي ما؟ مستوعب، بس شو بدي ساوي؟ ما تركت ولا طريقة لساعدها، بس ما عم يمشي الحال. يا مجنون لا تشغل بالك، منلاقي حل إن شاء الله. محلولة مجاهد. احترامي. تسلم. كيفك معلم شفيق؟ بخير تسلم. ماشي، تعرف سيارتي اللي حاططها بالكراج باسطنبول؟ لو سمحت بعلي اياها بسرعة، الموضوع مهم كتير، اذا لزم بيعها بنص حقها. قلت لك الموضوع كتير ضروري، بدي المصاري بكرة. تمام شكرا. ماشي بعتيلي كل المصاري، اكيد ضل معك شوي من موسم السنة. بيعي ذهباتك او اي شي، تصرفي ضروري. بترجاكي امي، بوس ايدك. هات كل شي معي يا أخي. مو هدول مشان خطبتك؟ وعلى أساس تطلب إيد البنت؟ شلون رح تشتري الخاتم بعدين؟ ما بعرف. شو هاي نطلب إيد البنت؟ أنا رح أخطف له البنت وخلصنا. مو وقتها جنان يا مجاهد، شو يعني تخطف له البنت؟ خود المصاري وحطهم بجيبتك وبلا هالمسخرة. نحن منخطف يلي منحبه وهيك متعودين،
هات خود. ألو، خير مجاهد؟ قال عم تجمع مصاري. ايه والله أخي، رح نعمل عملية لأم صالح. الضابط يافوز هو اللي خبرني، ونحن حابين نساعد بهالشي. عاشق وصياد كمان. لا لا تعذبوا حالكم، نحن منحلها. معقولة يا أخي؟ نحن كمان بدنا ناخد ثواب. بكرة بس ارجع من مر على البنك، حاطت شوية مصاري على جنب. أخي مرتك على وش ولادة، مو ناقصك. شبك مجاهد، بتعرف إذا فرجنا هم حدا ربنا بيفرجلنا همومنا ومناخد ثواب. إن شاء الله بتشوف ابنك ويربى بعزك ودلالك. آمين. حافظ وصياد وعاشق رح يساعدونا، إن شاء الله محلولة. يا عيني، إن شاء الله أخي. شو عم تساوي؟ قاعدين عم نفكر بأمه لصالح وعم نحاول نجمع مصاري. وأنا لقيت معي شوي، خدوهن. سيدي ما في داعي تعذب حالك بهالموضوع، بترجاك سيدي. شو وضعه صالح؟ لساته على حاله سيدي، إن شاء الله رح يتعافى. سيدي صديقة للآنسة نازلي خبرني إنه ماله مرتاح كتير بالفندق، فطلب مني ساعده بهذا الشيء، وأنا أمنت له غرفة بفندق أفضل من اللي هو فيه. مين؟ وشو طلب منك؟ حبيب الآنسة نازلي سيدي. حبيب مين؟ أنت ما عندك علم بهالموضوع يعني؟ توقعتك بتعرف لأنه إجوا من اسطنبول سوا، مو على أساس أنت تروح تجيب الآنسة نازلي من المطار. لهيك حكيت، بترجاك سامحني، توقعتك بتعرف لا تواخذني. خلاص سكوت سكوت، انسالي هالشي. والله هذا مجاهد مجنون عن جد. مجاهد، في مجاهد؟ لك مجاهد، إذا بتقربوا خطوة رح أوصكن. يا مجنون اهدى. خير إن شاء الله سيدي. اسمعني، شوفي، أنا دبرت 50,000. كيف دبرته؟ ما لك علاقة بهالشي، بس خليها بيناتنا ماشي؟ والله لا اطلع واركض بالكتيبة وصير صرخ بأعلى صوتي انه انت ما في منك. اصحك تعملها يا مجنون، نام هلأ والصبح منحكي. يلا وقف، رح اتصل بأم صالح واحكي مع الدكتور ليجهز للعملية. ايه طيب، ساوي اللي بدك اياه، بس بتضل بيناتنا. تمام سيدي، خليني عانقك. طيب تعال عانقني. يلا نام وتصبحوا على خير. يلا حلال عليك. شو صار أخي؟ دبر المصاري. عم تشوفي مو هيك؟ رح ضل ماسك إيدك لا تقلقي. مو واضح كتير منيح، بس لا تشغل بالك، المهم عم شوف. لولاكن ما كان رجع لي نظري. الله يحميكن ويوفقكن. العفو يا خالتي، نحن ما سوينا شي، هاد واجبنا. شلون وضعه لصالح؟ الدكتور خبرني قبل شوي إنه في تحسن، حتى ما ضل في خطر. بالله جد؟ إيه والله، هلأ هو وأمه رح يتعانقوا. إيه وصالح بس يشوف أمه بيتحسن فورا إن شاء الله. أخي تعالي يا خالتي. تعالي خالتي. تعالي. افتحوا الطريق، أجت أمه لأخونا صالح. اليوم عيد يا رجال.
أخي؟ خبرونا أنه تحصل وأنه راح الخطر. إيه مزبوط هالشي. قبل شي نص ساعة تدهورت حالته فجأة، حاولوا الدكاترة ينقذوه بس للأسف خسرناه. الباقي بحياتك هاتي، ابنك استشهد. انتو سمعتوا، مو على اساس انه حسان. بدي اشوف ابني، يلا خدوني بسرعه مشان اشوفه. مثل ما قلت لي إنه وش ابني حلو كتير، كان يوعدني إنه رح يساوي لي العملية، وأنا كنت أقول له حتى لو ما شفتك بتكفيني ريحتك. ريحة ابني الشهيد مثل المسك، خالتي ما تخيلنا انه هيك رح يصير. صالح كان رح يتعافى وانت رح تشوفي وهو يشوفي. وكنتوا رح تتعانقوا كمان. ما تخيلنا هالشي أبدا. مو مشكلة، أنا شفته وكحلت عيوني بشوفته وهو عريس لهالوطن. صالح شهيد، ما رح انسى وشه ابدا لانه هو بطل. رب العالمين اخذ ابني بس بالمقابل أعطاني ولدين. الله يحميكم. ألو، شو؟ طيب يلا جايين فوراً.